حياكم الله مشاهدينا في برنامج سوالف الديرة. للأسف بأن اليومين اللي فاتوا احنا نسمع أخبار تترك أثر حزين على قلوبنا بالتأكيد، واليوم أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي بدينا نشوف حريق في دولة الإمارات الحبيبة وتحديدا في عجمان في سوق شعبي. هذا الحريق كان جدا كبير مثل ما قاعد تشوفون معي من خلال الشاشة. نشكر أكيد رجال الإمارات في الدفاع المدني والشرطة في تعاملهم مع هذا الموضوع. إلى الآن الهاشتاج في وسائل التواصل الاجتماعي جدا كبير، الكل يتفاعل مع هذا الهاشتاج، الدعاء الدائم للإمارات الحبيبة، وبإذن الله يا رب أن نقول خطاكم استوى أهلنا في الإمارات، وإن شاء الله بتعدي على خير وتكونون دائما بصحة وعافية. وأيضا موضوع آخر تكلمنا عنه في البارح في مقدمة حلقتنا، واليوم أنا أخذ بحيز أكبر، ففعليا ما زال الحزن يعتصر قلوبنا، وأكيد اللي صار أمس في العاصمة اللبنانية بيروت ما زال أثر الصدمة بداخل كل البشرية. انفجار غير مسبوق في تاريخ لبنان وامتدت آثار المدمرة في المنطقة المحيطة للميناء. انفجار خلف مئات من المصابين وتسبب في قتلى عديدة في بيروت. قصتنا وغصتنا اليوم أو غصتنا في هذا الحدث فعلا كبيرة، وشفنا تفاعل أهل الكويت مع هذا الموضوع والهلال الأحمر، وما هي غريبة، فهذا الحب للشعب اللبناني وللبنان بالتأكيد شيء جدا كبير. اليوم أكيد راح يكون معنا ضيفنا، وراح نتكلم أكثر عن مواضيع مختصة، شلون قدر من خلال خلينا نقول مواقف مختلفة يعبر عن هذه الظروف الحالية للبنان، لبنان الجميلة، وأكيد الشاعر علي الأخرس. حياك الله. حياك الله. يعني قبل أن نبتدي معاك أكيد شاعرنا اليوم في هذا الحوار، نطلع مع مشاهدينا هذا الفيديو ونرجع من بعدها. والله بكتنا بيروت، الأبيض كفن أحلامه، معقول العروس تموت وتتبل زهرة أيامه؟ والله بكتنا بيروت، الأبيض كفن أحلامه، معقول العروس تموت وتتبل زهرة أيامه؟ والله آزتها الظروف، ما عد تحمل ضرب كفوف، زاروها رجعوا وعكفوف وشافت موت قدامة. بعد ما شفنا معاكم مشاهدين هذا الفيديو المؤثر فعلا، أستاذ علي حياك الله في البداية، وإحنا كنا نتمنى أن احنا نستضيفك بظروف أفضل، ولكن أيضا لابد بأن اليوم نقف عند هذا الموضوع، لأن لبنان بشكل عام وهذا البلد الجميل قريب على قلوبنا، ولا نرضى لا أكيد في أي حزن أو أي أثر سلبي يكون على هذا البلد. ففي البداية حياك الله. حياك الله حبيبي. حياك الله. الله يحفظك. يعني في البداية خلنا نتكلم عن هذه القصيدة اللي كلماتها تركت أثر، لأنها حقيقية، كلمات صادقة، كلمات تتكلم عن واقع كل لبناني وكل عربي يعشق لبنان بالتأكيد. تكلمنا عن هذه القصيدة وكلماتها. هذه الكلمات طلعت مني نتيجة صدمة عاش الشعب اللبناني كافة لما سمعنا بيروت عروسة الشرق تدمر الدمار. يعني اعتبر تاني أكثر تفجير بالعالم. بيروت هي العروس الحلوة، المدينة الحلوة اللي نحن منفضي همومنا بأنحائها، بشوارعها، بأزقتها. بيروت حاضن الطوائف كلها، حاضن العرب كلها وكل الدول. مرق على بيروت كتير من الهموم، بس هيدي الضربة كسرت لها ظهرها لبيروت. القصيدة لما كنت عم قول والله بكتنا بيروت، الأبيض كفن أحلام، معقول العروس تموت وتدبل زهرة أيامها، بقول والله آزتها الظروف، ما عاد تحمل ضرب كفوف، زاروها رجعوا عكفوف وشافت موتن قدامها. العالم كانت بتنفس عن حالة ببيروت،
صحيح. ففيروت اللي حاضنيتن عندها شفتن قدامها للعالم ميتين بين ايديهم. فما بخبرك استاذ قديش هالقصة وهالمصيبة اثرت فينا كثير. صحيح. يعني للأمانة الكلمات مؤثرة، وإحنا اليوم نسمعها، فأنا أعلم كل العلم اليوم اللبناني داخل لبنان في ظل هذه الظروف، وكل لبناني مغترب يتألم، والكلمات مؤثرة جدا. لكن أبي أخذ علي المواطن اللبناني، إحنا كلنا نعلم بأن على الرغم من كل الظروف الشعب اللبناني شعب سعيد، شعب يحب يفرح، شعب إيجابي، شعب ملتم مع بعضه، متعاون، محب، مبتسم، وهذا الشيء نشوفه بأهلنا وأخواننا في لبنان، وأيضا اللبنانيين اللي عايشين معنا. أبي أتكلم عن هذا الموقف، هل يعني أثر عليكم بشكل مختلف هذه المرة؟ أنا أعلم الظروف اللي مرت على لبنان، لكن هذه المرة شو اللي حصل؟ شو اللي صار في مشاعركم، في تصوركم، في تفكيركم، أنت وجيرانك، أنت وإخوانك، أنت وأسرتك، حوالينك، ناسك، شنو قاعد تتكلمون فيه في ظل هذه الظروف؟ شنو شعوركم وإحساسكم؟ لبنان اللي عاصمته بيروت عانى أوضاع اقتصادية صعبة كتير، ومعنويا وماديا، وظروف صارت تتعب بيروت كتير 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 كتير. وهيدي الأوضاع الاقتصادية عم نحارب كرمالها لنطلع منها وجعتنا. بس في فرق، بيروت منعتبرها أمنا، هيدي الأم إن كانت مريضة كتير منضلنا نتواسى بنظرتها إلنا. يعني نحن بس نتفرج عليها لهالأم، حتى لو كانت مريضة عم بتحارب بهذا المرض، كنا نشوفها قدامنا نرتاح. بس المرة يا أستاذ بيروت ماتت، بيروت اتفجرت، فهيدي الأم اللي حاضنتنا شفناها ماتت. فالشعب اللبناني يعني كأنه صار نحن عنا عزا، مش كأنه صار عنا عزا لما هالوالدة اللي اسمها بيروت توفت قدامنا، مع انه تحملت كثير كرمالنا، رفعت لنا اسمنا. كنت بس تقول بيروت يقولوا العالم واو شو بيروت. صحيح بس صحيح. هلا بيروت هي الام اللي قلنا توفت، دمرت شوارعها، شوارعها كلها تدمرت، انوارها كلها انطفت، ويعني عم الحداد والسواد على كل الشعب اللبناني قاطبة. يعني مهما تكلمت فهو الموضوع أعلم كل العلم بأنه مؤلم فعلا. بيروت بإذن الله لن تموت بوجود أبناء مخلصين نفسكم أخوي علي اليوم، بإخلاصكم وحبكم طول لهذا البلد، عمرك ويا رب ترجع أجمل من قبل. تأكد إذا بيروت رجعت فإحنا كلنا راح نرجع بسعادة وحب لهذا البلد الطيب وشعبه أكيد الطيب. كونك اليوم كشاعر، والشاعر دائما يعبر عن جميع المواقف بكلماته الصادقة، فهذا الجزء اللي ممكن يعتبر متنفس له، وأيضا يعتبر للناس بحاجة لهذه الكلمات أنها ترددها. بعيدا عن القصيدة الجميلة اللي كتبتها، لو بيروت اليوم تسمعك، لو بيروت اليوم مثل ما ذكرت هي في ظروف صعبة وفي حالة صعبة جدا، لكن بإمكانها أنها تسمعك والشعب اللبناني يسمعك، شنو ودك تقول في هذا الموقف؟ بقلها لبيروت إن شاء الله ترجعي مثل زمان. يا رب. أنا ما قادر هلأ سطر كلام فرح لبيروت، لأنه الحزن عايش بقلبي وعايش بكلامي، وألم الحبر اللي عم ينسو هلأ أسود بس على بيروت. بس نحن بنتمنى لبيروت ترجع تحضننا، ترجع بيروت عروسة الشرق، تنور ليالينا، تنور نهارنا، نشوف الأيام الحلوة اللي فيها، الجمعات الحلوة، الحفلات، المهرجانات، مودة ومحبة الناس لبعض. نحن بنتمنى بيروت ترجع مثل ما كانت، وهذا الشيء أكيد بيرجع لإذن رب العالمين وكرمه، ومن بعده بيرجع لعزم وإرادة الشعب اللبناني. يا رب بإذن الله. طمنا على شوارع بيروت اليوم، الناس اللي قاعد تنزل، شنو الأوضاع بعد ثاني يوم أو يعني بعد هذه الحادثة؟ الناس في الشوارع في هذه المنطقة تحديدا في بيروت، شو اللي قاعد يصير حاليا؟ بيروت، بيروت يعني كيف بدي خبرك، فاجعة كبيرة. يعني انت تخيل خي
عم بدور على خيه، صاروا يومين مفقود من وقت ما صارت الحادثة. تصور أم عم تفتش على ابنها بين الأشلاء. شو بدي خبرك؟ العالم اللي تهدمت بيوتها، العالم اللي خسرت أحبابها، شوارع بيروت كلها دبلت. بيروت اللي كنت تشوفها لوحة جميلة مسطرها ربنا بجماله، هلأ هذه اللوحة انكسرت. فشو بدي خبرك عن شوارع بيروت؟ وفي مشهد أنا شفته عائم، هلأ بعد شوي يمكن أنا في مشهد أحكيك قصيدة عنه، صحيح. بس في أم شفتها استوحيت منها 4 أسطر، بقول يا ملوك سمي على قلب ابني، ملاك صغير ترعرع بحضني، بكير يسافر من حضن أمه عدنية جديدة اسمها جنة. الله هيدي الله، ال4 أسطر صح لسان. أنا استوحيتهم من فكرة صارت، وبعد شوي بس احنا اضطر أن يكبر حطينا الموضوع الصورة، فأحكي. اي حطينا الصورة على اللي موجودة على الشاشة الحين، المشاهدين يشوفونها صورة لأم. أوكي، ولو تكلمنا عن هذه الصورة. هاي الصورة حأكلمك عن قصتها وسمعك القصيدة اللي كتبتها كرمال. تفضل. هيدي أم نزلت على شوارع بيروت عم تدور على ابنها، صار وقف شاب قدامها، سألها هذا الشاب يا خالتي قولي لي يعني على مين عم تدوري؟ قالت له عم دور على ابني. قال له شو أوصافه؟ صارت تقول له بعيون عسلية مدللة مغنجة، صارت تتغزل فيه من قلبها باللاوعي فيها. أم قال له شو اسمه؟ أم قالت له الاسم. شاف على الورقة قدامه لقى اسمه، أم غص من جوا الصبي، بس ما قدر يقول للأم إنه توفى ابنه. لا حول، وحابب سمعك هيدي لا القصيدة، حول، سمعني حبيبي. قول في أم لما سمعت الخبرية أعصاب جسمها من الفزع خافوا، سألت حدا عن ابنها هي، قالها يا خالتي اعطيني أوصاف، ابني حلو بعيون عسلي، غنوج أمه أحلى شخصية، فقدته أنا مبارح من عشي، سأل لي رفاقك في حدا شافه، غص الصبي قدامه وتنهد، عارف ابنه بالحادث استشهد، خبى الخبر خاف وتردد، وقال لا يا حجي ما حدا شاف. الله، صح لسانك. واحيانا يعني صعب ان نتكلم عن الشعور، يعني احاول على قدر الامكان اسيطر على مشاعري تجاه هذا الموضوع، لكن الامانه صعب جدا. يعني على قولة اخواننا اللبنانيين، الوجع باين عليكم يا اهل لبنان، والله لا يجيب هذا الوجع، وفرحتنا من فرحتكم وحزننا من حزنكم. اليوم انت مثال الى الشاب اللبناني الموجوع، واحنا اليوم نقول باذن الله والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، بانه يرجع لبنان الجميله، يرجع بيروت الجميله، بيروت الفرحه والسعاده والامان والاطمئنان للشعوب اجمع. يعجز كلامي، لكن ما اعجز ابدا ان انا ممنون لحضرتك اليوم، على الرغم من كل الظروف، لان انت وافقت بأنك تكون معنا من خلال هذا البرنامج حبيبي. هيدا شرف وتنقل هذه شرف الرسالة إلي، للجميع. فإذا في كلمة شرف أخيرة إلي. علي حاب تقولها اليوم للمشاهدين، تفضل. أنا كثير بتشرف إنه طلعت معاكم. الله يحفظك. كويتاً أميراً وشعباً وجيشاً، الشعب الطيب اللي كله إخلاص وكله وفا، وبحب عبر شاشتكم الكريمة أشكر الشباب اللي ساهموا معي بالعمل اللي انتشر على السوشيال ميديا أكيد بالعالم أكيد العربي، يستاهلون. الملحن الفنان رامي سليقة، والموزع علي زلزلي اللي شاركوني بهذا العمل لطلع بهذه الصورة الجميلة، وأكيد الفكرة مع صديقي ماجد حيدر. نحن كوننا هيدي الفكرة، وإن شاء الله نكون وصلنا جزء من رسالة من محبتنا لبيروت. شكرا لك كثير. يا حبيبي، نحن روح وحدة،
جلدي ودم مع بعض، جلدي ولحم مثل ما بيقولوا اللبنانيين. أوكي أنا بتشكرك كثير، سمعت وجعنا وكلامك كثير صبرني، الله وإن يحفظك. شاء الله ما بنلتقى إلا يا بالأفراح، رب يا رب وما بطلع على شاشتكم إلا بالأفراح يا حبيب رب، القلب. إن شكرا شاء الله لك. إن شاء الله الحلقة الجاية اللي تكون فيها ضيف معانا بنتغنى في بيروت الجميلة وبناسها الأجمل. شكرا لك علي، حبيبي شكرا شرف لك عبيدك. الشاعر علي الأخرس من خلال هذه المداخلة الهاتفية. وبالتأكيد مشاهدينا، هذا الالتفاف الجميل حول وطن عربي يتألم الآن دليل جدا واضح على الشعور اللي أهل الكويت حاسين اتجاه لبنان، وهذا ما هي غريبة على أهل الكويت وحكومة الكويت اتجاه هذه الظروف. وبإذن الله لبنان ترجع أجمل بإذن الله. مستمرين معكم بالتأكيد، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، تحديدا بالأمس صادف ذكرى مرور السنة الخامسة على اختفاء العم محمد طاهر البغلي اللي عاش تفاصيلها في جمهورية رومانيا مختفيا عن أهله وذويه في قصة غامضة. يعني على الصعيد الشخصي يمكن قابلت أبناء أكثر من مرة حول هذا الموضوع، ونتعرف على المستجدات، وكانت هناك مطالبات من أبنائه فيما يخص آلية البحث والتحقيق في هذه القضية تحديدا أو في هذه القصة. حتى الآن يعني تواصل أو توصل إلى المصير المجهول، نتمنى بأن ما يكون مجهول بالرغم من البحث المتواصل لأسرته، وهذا يشهدون فيها الكويت كلها أن عياله وأسرته حريصين دائما بتواجدهم لإيجاد حل لهذا الموضوع. لذلك اليوم يهمنا، وهذه القضية اليوم تهمنا أيضا في الرأي حول آخر مستجدات البحث عن هذه القضية. ومعنا من الطرف الآخر الأستاذ رياض محمد طاهر البغلي ابن العم لمحمد البغلي. يا هلا ومرحبا فيك. يا مرحبا فيك. الله يسلمك. ابن العم محمد البغلي إن شاء الله. يعني في البداية أستاذ رياض، يمكن تقابلنا أكثر من مرة بهذا الموضوع، واليوم سؤالي الأول هو سؤال أرجع دائما أكرره معاك، نطمن فيه أهل الكويت أو نوضح أكثر حول هذه القضية. هل في أي مستجدات؟ هل في جديد بهذه القضية؟ والله الحقيقة يعني للأسف ما في أي جديد بالقضية من ناحية النتائج الإيجابية. الجديد فقط اللي هو المتابعة المستمرة أي. وتفعيل لقاءاتنا مع الشرطة الرومانية من خلال السفارة الكويتية، دور السفارة الكويتية في رومانيا، متابعتنا مع وزارة الداخلية بالكويت، وزارة الخارجية مو مقصرين، بس ك ك ك على أرض الواقع ما في جديد للأسف. طيب أستاذ رياض، يمكن إذا تذكر في البرامج السابقة تكلمنا عن هذا الموضوع، وكانت في شكوك أو كانت في بعض الأمور اللي كنتوا تتمنون من التحقيقات بأن يتم التوجه لها أكثر. هل صار شيء على هذا الموضوع؟ لا والله للأسف، إحنا سعينا أكثر من مرة من اللقاء السابق وما زلنا طلب بإعادة تحقيق ونقل ملف القضية إلى بوخرس مكتب النائب العام، صحيح، وللحين طلبنا ما لقى استجابة. نقدر نعرف إذا يعني إذا بالإمكان طبعًا نقدر نعرف السبب إذا مسموح لك تقول. للحين للأسف مو عارفين السبب، حتى عن طريق مكتب محمل إحنا موكلينا في رومانيا يتابع الموضوع، وهو هم كذلك مستغرب من عدم معرفته سبب رفض الطلب على التحقيق بالرغم من ان في مبررات حسب تقرير المحامي. طيب يعني من الجانب القانوني استاذ رياض، وانت يعني ملم بهذه القضيه ومتابعتك الدائمه لهذا الموضوع، هل اليوم التحقيقات لما يقولوا لك ما راح نفتح التحقيقات من هذا الجانب او نعيد فتح التحقيقات او التحقيق بهذه القضيه، هل من الجانب القانوني مسموح ان تتسكر القضيه بهذه الطريقه؟ يعني هل هو شيء عادي في هذا المجال؟ يعني هو حسب المتبع عندهم انهم لهم الحق بالقبول بالرفض، فيعني بدون نقاش، يعني يجي الرد انهم ما في مبرر يستدعي اعاده تحقيق. احنا نرى ان المبرر موجود، بس هم ينظرون المبرر مبررات غير متوفره، فما يرفض طلبنا دائما. طيب تواصلكم معهم شلون، هم تعاملهم معكم الى اليوم؟ انا اتكلم من يوم القضيه استاذ رياض الى اليوم، من يوم الحادثه اليوم شلون يعني تعاطيهم معكم بهذه القضيه؟ متعاطفين، متفاهمين، شادين معكم؟
لا هو ظاهريا في تعاون، يعني اذا طلبنا مقابله يرتبون موعد المقابله، اذا مثلا سعاده سفير الكويت في بوخارست يطلب مقابله قياده الشرطه هناك هم ينفذون طلبه، وساعات نرافقه بالزيارات هذه. بس يبين يعني يبين الحماس، الحماس يكون اقل بالمقابله، يبين الحماس في سرعه الاستجابه بالموافقه على طلب المقابله. هني يعني حسينا بفرق من الايام الاولى والفتره الاخيره. طيب نتكلم عن الحملة الإعلامية في رومانيا، هل هذه الحملة اليوم من جانبكم أو من جانب الجهات المعنية في رومانيا؟ لا أبدا، الجهات المعنية أبدا ما شكلت أي حملة من بداية الاختفاء، يعني احنا نهائيا. عادة أبدا كلها عن طريقنا احنا. احنا بين فترة وفترة نفعل الموضوع إعلاميا، وبالذات في الذكرى السنوية نقيم نعقد مؤتمرات صحفية، نتواصل مع شركات رومانيه متخصصه للنشر في القنوات الاعلاميه الرومانيه وبالصحف والسوشيال ميديا برومانيا وكذلك بالكويت. فاحنا سوينا الحمله الاعلاميه كعادتنا كل سنه، بس الحين ركزنا عليها زياده، كنا احنا الحين من شهر 3 تقريبا من بدايه الظروف الاستثنائيه مع وباء كورونا، انقطعت العلاقه بيننا وبينهم بتواجدنا. احنا العاده متواجدين هناك من اليوم الاول لقبل ازمه كورونا، فهذا شوي احنا حاولنا نكثف العلاقات الحمله هذه على اساس الموضوع لا ينسي ولا يعني نحاول يكون الضغط اكثر على السلطات الرومانيه بالمجال هذا. طيب استاذ رياض، اليوم القضيه وانا تعرفت عليها بشكل اكبر من خلال متابعتي لكم وللامور اللي تتكلمون عنها، في اكثر من شاهد كان عنده يعني صورة مختلفة، يعني في نص إذا يعني ما خانتني الذاكرة زوجة صاحب الفندق أكدت أن شافت العم محمد البغلي بالدري، والدري يعادل 10 أدوار. الممرضة تقول صعب على صحة العم محمد بأنه يصعد كل هذه المسافة. أحد الجيران قال أنه سلمت عليه وما سلم علي. هذه من 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 شخص عادي ما هو متخصص في مجال التحقيق، أنا تعطيني علامة استفهام. هذه الـ يعني الآراء ما ولدت أي فكرة عندكم بأن ممكن يكون في شيء ما هو واضح بالنسبة لكم بهذا الموضوع، اللي هما كل شاهد ورايه بهذا الموضوع أو اللي شافه؟ هو بالحقيقة يعني مثل ما ذكرت حضرتك، يعني في بعض الشهادات متناقضة من الشهود، وهذا احنا كنا نركز عليه من الأيام الأولى ونذكره حق الشرطة ومن خلالنا عند مقابلتنا معاهم او من خلال المحاميه. الوالد صعب، احنا ما نقول يعني شبه مستحيل انه يصعد بالدري هذا. في الدري هذا عباره عن 166 درجه. يعني تعادل من 8 الى 9 طوابق. يعني من المستحيل. مستحيل، وبعد الدرج هذا هم في كذلك منطقه على ارتفاع في حشائش عاليه غير يعني مقصوصه. هم صعب المشي عليها، المنطقه اللي فوق الجهه الثانيه من الفندق ما حيصعد لها. وعلى افتراض ان احد صعد من المره الحشائش هذه وعداها، الخروج حق الغابه من الجهه الثانيه للفندق صعب لانه في سور خشبي، والفتحه الوحيده فتحه خشب مكسور صغيره، وصعب الواحد يدخل من خلالها. فيعني العمليه شبه مستحيله يعني انه يصعد فوق. صحيح. وهذا احنا من البدايه نركز انه الروايه هذه ضعيفه، وهي اللي وجهت الشرطه وابعدتهم عن الروايات الاخرى. يعني هذه القضيه انا راح اسميها او ما اسميها، اليوم الكل يشعر فيها، اهل الكويت، هذه قضيه اهل الكويت اللي ناطرين اجابه لها، الى ناطرين بان مفاتيح القضيه اللي صارت غامضه على الرغم من بعض المعلومات اللي قاعد تذكرها استاذ رياض باكثر من لقاء، وعلى اراء او اللي شافوه اكثر من شاهد اراء مختلفه. انا سؤالي بيكون واجابتك هي اللي بتكون الرساله للجميع، للمسؤولين، لمن يقدر انه يساهم بشكل او باخر. شو اللي محتاجينه بهذه الفتره؟ انا اعلم بازمه كورونا، تسكرت المطارات، صارت بعض الامور. شو اللي محتاجينه هالفتره؟ شو اللي تبونه في هذه الفتره اللي يساعدنا ممكن بايجاد طريقه افضل بهذه القضيه؟ والله احنا عندنا نلخصها بطلبين، طلب برومانيا وطلب بالكويت. طلب برومانيا نطلب منهم موافقه على اعاده التحقيق ونقل ملف القضيه لمكتب النائب العام في بوخارست. بالكويت نامل، الجماعه مو مقصرين سواء بوزاره الخارجيه او وزاره العدل او وزاره الداخليه،
بذلوا جهودهم وما ننكرها يعني، بس محتاجين ضغط اكبر على السلطات الرومانيه للموافقه على طلبنا، ونامل انه يتشكل وفد عالي المستوى لمقابله المسؤولين الرومانيين. الوفود السابقه اللي كانت موجوده ما قصروا وادوا واجبهم، ضباط وزاره الداخليه، ونشكرهم على ذلك. بس نرغب بأن يكون في تشكل وفد عالي المستوى لمقابله المسؤولين، وبعد كذلك اذا كان في مجال انه يكون وفد صداقه البرلمانيه الكويتيه، لان هناك الرومانيا البرلمان مالهم قوي، فاذا صار مثلا تاثير، اذا صار زياره مثلا نواب برلمان مجلس الكويتي يقابلون اعضاء مجلس البرلمان او البرلمان الروماني، يصير لهم تاثير قوي على وزاره الداخليه ووزاره العدل الرومانيه. انا قبل لا اختم معك استاذ رياض يعني هذا الموضوع وهذه الفقره، بما انك تطرقت لنواب مجلس الامه، وينهم عن هذه القضيه؟ هل هم متواجدين؟ هل اليوم في اكثر من نائب متبني هذه القضيه؟ هل قاعد يحاول انه يوصل هذا الموضوع للحكومه ويمشي بالاجراءات اللي انت ذكرتها بوجود وفد بدرجه معينه يتواصل فيها مع المسؤولين في رومانيا؟ والله حقيقه يعني بعض اعضاء البرلمان، بعض اعضاء مجلس الامه مو مقصرين، بس كتبني قضيه ما في شخص متبنيها بالكامل، وما يعني راجعنا بعض الاعضاء وما قصروا يعني التصريحات او تواصلهم مع وزاره الخارجيه وزاره الداخليه وقابلوا مسؤولين وكلموهم، بس للحين ما صار احنا اللي ننشد له، اللي هو سفر وفد برلماني الى رومانيا او لقاءات مع البرلمانيين الرومانيين، او يكون مثلا مثل ما تفضلت تبني القضيه يعني بجديه اكثر يعني، فنأمل ذلك يعني باذن الله. نتمنى فعلا مثل ما ذكرت بان يكون في جهود اكبر لهذا الموضوع. الاستاذ رياض محمد طاهر البغلي، كل الشكر لك، ونتمنى باذن الله بان الامور تكون مثل ما دائما كنت تطلب حول هذه القضيه، بان تؤخذ بشكل جدي اكبر واكبر من قبل المختصين. كل الشكر لك. وشكر لكم لتسليط الضوء على قضيه والدنا. أكيد. والقاها فرصه مناسبه سعلي. اشكر الشعب الكويتي كله الصراحه اللي متفاعل معنا في القضية الإنسانية هذه، ونتمنى بالختام نتمنى الصحة والسلامة لصاحب السمو. اللهم آمين. نتأكد أستاذ رياض بأن هذه القضية دائما بتكون من ضمن محاورنا الأساسية، في أي وقت حاب تتكلم عن هذا الموضوع أو أي شيء مستجد أو جديد إحنا بالخدمة دائما ومعاكم دائما بإذن الله. إذن مشاهدينا، بعد ما تعرفنا أكثر عن هذه القضية والجديد حول هذا الموضوع، مستمرين معاكم بالتأكيد وفقرة أخرى، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، بفترة كورونا في سنة 2020 انكشفت أشياء، وانكشف الخافي والمستور وحقيقة يعني الكشف المجرمي وجرائم غسيل الأموال تحديدا. جريمة غسيل الأموال ما هي جريمة اليوم ولا بالأمس، اليوم جريمة سابقة لها أكيد سنوات وسنوات، لكن بهذه الفترة بينت بشكل متزايد، الكل بدأ يتداول حول هذه القضية أكثر. نبي نتعرف عن تفاصيل أكثر من الجانب القانوني، من جانب هذه القضية بشكل أكبر، بالتأكيد من خلال ضيوفنا اللي راح يكونون معنا اليوم. في البداية راح يكون معنا الدكتور جمال عبد الرحيم، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية، حياك الله. الله يحييك يبجيك. مساء المباركة. وأيضا الدكتور فايز الكندري، أستاذ القانون الخاص في جامعة الكويت، حياك الله. حياكم الله. يعني دكتور جمال، اليوم جريمة غسيل الأموال تكلمت قبل شوي، ما هي قديمة، ما هي عفوا حديثة، هي قديمة، لكن اليوم صارت بشكل أكبر، الكل قاعد يتكلم عن قضية غسيل الأموال وكأنها يعني قضية اليوم، شيء جديد علينا، والناس بدأت تتفاجأ حول حجم هذه القضية والمتورطين بهذه القضية، شنو السبب؟ هو السلام عليكم بالبداية، وعلى ضيفك الكريم، والسلام على الأخوان المشاهدين والمعدين. الحقيقة هي ليست جريمة جديدة، هي بالكويت موجودة، وقلت أنا وثبتت هذا عندي بالصحف واللقاءات التلفزيونية العديدة، أن الكويت أوكي
أموال تتلاطم في غسل الأموال، وهذا الحكي قبل 20 سنة مو اليوم. ولكن اللي صار أن الكورونا اللي أتت بالأمور إلى السطح. شلون هذا الرفع؟ الرفع الحين أقولك شوف تفضل. أول شيء خلنا نفهم إذن لو تسمح لي تفضل. قانون مكافحة لما نتكلم عن مكافحة هذا ليس قانون غسل الأموال وإنما قانون مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب، فهو يعتبر لما نقول مكافحة يعتبر منظومة كاملة تبدأ من الدولة، الحكومة، المؤسسات المالية، المؤسسات الغير مالية، التجار، المستثمرين والجهات الإشرافية كالبنك المركزي والهيئة العامة للأسواق ومكتب المكافحة في وزارة التجارة، وحدة التحريات المالية، ويجب إعطاء وحدة التحريات المالية حقها في التمثيل حسب ما ورد في القانون وليس حسب أهواء الحكومة، لأن تبني ثقافة المساءلة من أهم الأمور في دحض أي جريمة، ومن ثم وحدة التحريات المالية النائب العام، ومن ثم القضاء الكويتي. إحنا عندنا بالكويت استقالة صارت من قبل الهارون والسبة تدخل الدولة في وحدة التحريات المالية وما تبي تعطيها استقلاليتها حسب نص مادة القانون في إنشاء وحدة التحريات. اللي صار شلون إنه جاء على السطح، اللي جاء على السطح وبين لأن في أزمة الكورونا الناس توها وعت إن تعال في عندنا مئات الآلاف من الناس المقيمين بصورة غير مشروعة وتجار الإقامات، فأتت الدولة هنا عطتنا مسكنات اللي هي فطلعت المسألة بدليل إن ليش هي طلعت على السطح، لأن الدولة لم تكن تستطيع إجلاء هؤلاء إلى بلدانهم، وبالتالي هني صارت المشكلة كبيرة، فهني الدولة يجب أن تتدخل إعلامياً، وهذا اللي صار. ولكن غسل الأموال موجود بالكويت من زمان، بدليل قاطع أقول لك يا تفضل. قبل بشهر 10 سنة 2019 النائب العام للأموال العامة صرح في جريدة القبس أعتقد الرأي بعد كذلك ونشرت أعتقد الرأي أنا كاتبة في كتابي الجديد أن جرائم سرقات المال العام وصلت إلى نسبة 750% أكثر من قبل 10 سنوات. يعني الحين صار شوف 750% كبير. طيب سرقات المال العام هذه الحكومة ليش ساكتة؟ وهذا السؤال اللي أنت طرحته الحين إحنا في محاورنا نبي نوضح أكثر تفاصيل عن هذه القضية، لكن الموضوع يأخذني للدكتور فايز اليوم. ربط غسيل الأموال بجرائم الإرهاب، في ناس قاعد تقول اللي نعرفه عن غسيل الأموال اللي هي فلوس غير مشروعة من الخمور من المخدرات، لكن ربطها بجماعات إرهابية أو بالإرهاب، شلون صار هذا الربط؟ شلون الناس ربطت الإرهاب في غسيل الأموال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمح لي أني أعزي الشعب اللبناني الشقيق ودولة لبنان الشقيقة على مأساة تفجير ميناء لبنان. نتمنى للشعب اللبناني الشقيق يعني ونقدم له كافة المواساة، وشكرا لكم لهذه الاستضافة. سؤالك الكريم ما يتعلق بارتباط عمليات المشروع غسل الأموال غسل الأموال طبعا بعمليات غسل الأموال بعمليات الإرهاب. نعم. القانون نفسه أصلا يحمل هذا المسمى، قانون مسمى بمكافحة تمويل الإرهاب و مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فمما لا شك فيه بأن الأموال المتحصلة عن الجرائم وغسل الأموال تستخدم وتعتبر رافد مهم لتمويل الإرهاب. يعني نتكلم اليوم هذا الإرهاب من الطبيعي بما كان أن يعتمد على أموال غير مشروعة، على أموال ملوثة، على أموال خاصة بدعم من الدول التي تؤيد هذا الجماعات الإرهابية أو الدول الإرهابية أو نسميها ما شئنا بذلك. لذلك هناك علاقة وطيدة ما بين مكافحة غسل الأموال والذي سوف ينجم بالتالي لمكافحة تمويل الإرهاب. لذلك اليوم أنا أتفق مع الدكتور تماما، نحن في دولة الكويت غايتنا للأسف الشديد هي معاقبة الأشخاص، وما زلنا نحرص على معاقبة الأشخاص وهذا مهم، ولكن الأولى من كل ذلك أن نكافح
غسل الأموال، أن نكافح عمليات غسل الأموال، أن نتخذ ما يلزم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجريمة. هل نستطيع أن نصل إلى يوم نقول فيه بأن استطعنا القضاء على جريمة غسل الأموال؟ لا نستطيع نقول، لا في دولة الكويت ولا في غيرها من الدول. جريمة غسل الأموال مستمرة وسوف تستمر، وهي جريمة متجددة بتجدد التقنيات. لكن نستطيع أن نقول بأن دولة الكويت يجب أن تبذل جهد أكبر، يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين الجهات الحكومية أكبر، يجب أن تبذل وحدة التحريات المالية وتلعب دورها كما يجب بصورة بما يتفق مع أحكام القانون حتى نحد من عمليات غسل الأموال. لذلك اليوم مرة أخرى أنا أريد أن أؤكد، الغاية الأساسية ليس معاقبة الفاشينيستات، الغاية الأساسية ليس محاسبة اليوم المشتبه فيهم بالصندوق الماليزي أو قضية البنغالي، وهي قضايا غاية في الأهمية. صحيح. ومعاقبتهم ومساءلتهم غاية في الأهمية كذلك، ولكن الأهم هو كيف يمكن في المستقبل أن نعزز ونفعل الإجراءات التي تحد من مكافحة غسل الأموال. هذا هو الهدف الأساسي. الهدف الأساسي اليوم ليس فقط اليوم تطويق في وقت ما ولغاية ما نظهر قضية الفاشينيست اليوم. يعني اليوم البعض يتساءل والرأي العام يتساءل لماذا ظهرت على السطح اليوم قضية غسل الأموال من جانب ما يسمى بالضبط. وهذا راح يكون دكتور فايز محور كامل راح نتكلم فيه أكيد معك ومع الدكتور جمال بعد الفاصل. السبب أن اليوم شفنا بأن قضية غسل الأموال ارتبطت ارتباط كلي بالمشاهير، وهل فعلا لهم يعني ارتباط بطريقة أو بأخرى؟ راح نتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مشاهدينا مع الضيوف، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، ربط قضية غسيل الأموال بالمشاهير والسبب بالأسامي بين اليوم تكون ظاهرة على سطح هذه القضية، أكيد راح نتعرف عليها مع ضيوفي. دكتور جمال، يعني دكتور فايز تطرق لموضوع جدا مهم اليوم، بأن نشوف مشاهير، بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي أساميهم صارت من ضمن المتهمين في قضية غسيل الأموال، السبب؟ أعتقد الدكتور فايز أثني على كلامه، قال لماذا الآن بالذات؟ صحيح، الناس بدأت تتشكك. وأنا أزيد على الأخ دكتور فايز، هو لماذا تسرب المستندات من ما أدري أي جهة تسرب المستندات وأسماءهم ومستندات تعتبر، ترى المستندات الحكومية تعتبر جزء من المال العام. لماذا تسرب هذه المستندات ولا وتسرب مستندات البنغالي، ولا أقصد الإساءة الإيجنسية، ولا تسرب مستندات الخاصة في الصندوق الماليزي؟ فهني الناس قاعدة تفكر، يعني ما هي مصداقية الحكومة؟ فالفاشينستات بالكويت اللي قاعد يقول اللي صاير، أنا لا أستطيع أن أجزم أنهم غاسل الأموال من غير غاسل الأموال، لأن من بيده الملفات هي في الوقت الراهن النيابة العامة. الأمر الثاني هو بيد القضاء، هو الذي يحكم إن كان فلان أو فلانة غاسل الأموال. ولكن المشكلة، هل الفاشينيستا خذت أجور لعرض الأزياء والملابس والعطور، ولا تحصلت على أموال جريمة وهي تعلم بجريمة من ناحية علمها بالأكشن بالعمل، ومثلا خدت مليون ورجعت نص مليون واحتفظت بالمليون وما سألت ليش هذا العمل، أو أنه والله تضخم بحسابها مليون أو مليونين، وش المشكلة؟ لأن أنا لا أعلم، وبالتالي لا أستطيع الحكم على هذا الموضوع على الإطلاق، لأن قانون غسل الأموال أتى الحقيقة معيب. شلون؟ واحنا حاربنا هذا القانون ولكن ما نجحنا. بالكويت اذا سمحت لي اكو ايادي خفيه في تخريب القوانين. اعطيك مثال. تفضل. صدر قانون 1103 على 2016، قال عرف غسل الاموال التعريف
عرف يعد مرتكب لجريمة غسل الأموال. كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة وقام عمداً، أولاً جريمة عمدية، يعني أنا أدري وأسويها من جرائم. إنزين أي جرائم هذه؟ هذا القانون أنا أتحدى إذا كان هذا القانون يمكن تطبيقه. مستحيل تطبيقه على ناس وناس. ليش؟ لأن مو معقولة بالكويت يحط الأمر عايم أي أموال متحصلة من جريمة، لأن الجريمة تحصل وشنو الجريمة؟ جناية، جنحة أو مخالفات القواعد. وبالتالي مو معقولة واحد يبوق لعشر دنانير ويحطهم بالنظام المالي، وهي الجريمة الثانية. الجريمة الأولى سرقة المال العام أو سرقة مال شخص، هذه جريمة سرقة. وبالتالي أنا أودع هذه الأموال بالنظام المالي أو أموهها، وبالتالي يحكم علي 10 سنوات. والأخ اللي بايق له 2,000,000 و3,000,000 و700,000 وقاعد لي بلندن ما يحكم في هذا الشيء. طيب إذن القانون بوجهة نظرك أو التفاصيل في حول هذا الموضوع فيها بعض العلامات الاستفهام بالنسبة لك؟ لا مو بعض. شوف القانون خلي هني ما يخالف، اسمح لي الدكتور. أي. بس عشان الوقت لو بإيجاز عشان ننتقل للدكتور فايز تفضل. أوكي، مسودة القانون، خل أعطيك مسودة القانون اللي قبل هذا القانون. نص على الجرائم للمال المتحصل من جرائم، وهي 18 جريمة حددها. هني خلي القاضي يرتاح، هني خلي المؤسسة المالية ترتاح. ولكن لما يقول أي جريمة قاعد يثقل الكاهل على القاضي، على المؤسسات المالية، على البنوك، على كله. هذا ما يصير، هذا قانون معيب. طيب دكتور فايز، ردك على هذه الجزئية، هل اليوم القانون معيب فعلا؟ أنا يمكن أختلف مع الدكتور جمال وزميلي وأخي في هذا الموضوع. أنا أعتقد بأن المشرع أحسن بعدم تحديد أنواع الجرائم، لأن اليوم إذا بتكافح جريمة غسل الأموال من أحد أهم التحديات هو تجدد الجريمة. فاليوم إذا أنت حصرت الجرائم بثمن جرائم، هنا نتحدث على تعديل تشريعي يجب أن يكون، وبالتالي إعادة النظر في التحديد التشريعي للجرائم. بالعكس، أنا أعتقد اليوم لما يقولك أي أموال متحصلة عن جريمة، وحدة التحريات المالية يفترض أن يكون فيها ناس متخصصين، وكذلك النيابة العامة والقضاء هم من أصحاب التخصص في هذا المجال في تكييف الجرائم. لذلك اليوم أعتقد بأن القانون الكويتي كان جدا موفق في عدم تحديد الجرائم. وأؤكد هنا بأن هذا الأمر هو يتفق مع المعايير الدولية، ويتفق أيضا مع معايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي فاتف في هذا الموضوع بعدم تحديد جرائم بعينها. فضلا عن ذلك، جريمة غسل الأموال يعني العبرة فيها ليس بقيمة الأموال المتحصلة. نعم، قد يكون من غير العدالة أن يكون من يغسل أموال 50,000 غير من يغسل 10 ملايين، ولكن في نهاية المطاف السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة وأن كانت مغايرة في جرائم غسل الأموال. دعني فقط أرجع مرة ثانية إلى مشاهير السوشيال ميديا وسبب الفاشينيستا ولماذا ظهرت على السطح. أنا أعتقد بأن المشاهير يعني اليوم لا نستطيع، كما تفضل أخي الدكتور، لا نستطيع الجزم بارتكابهم لجرائم غسل الأموال. هو ما زالوا يعني في حقيقة الأمر يعني لهذا اليوم لم يوجه لهم اتهام. كل ما هنالك هناك قرار من النائب العام بالحجز على أموالهم تحت يد البنوك، وما يسمى بالتجميد. لهذا اليوم لم يوجه لهم اتهام بارتكاب جريمة غسل الأموال. ولكن من جهة أخرى، تضخم الحسابات المصرفية، تضخم الأموال وتضخم الحسابات بحد ذاته يؤخذ حقيقة دليل على أن هذا لابد أن يكون مصدر مشروع. يعني في الكويت المواطنين يتساءلون، وعندما يتبجح يعني مشاهير السوشيال ميديا بإيراد شهري أو بإيراد يومي يكاد يفوق راتب يمكن أعلى موظف في دولة الكويت ما يأخذ إلا بعد 6 أو 3 سنوات، هنا يثير التساؤل، من أين أتت هذه الأموال؟ وهنا نعود، من هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك السلطة التنفيذية بحكم قضائي. ونتذكر في ذلك النصب العقاري الذي تم عن طريق شركة تيماس، والذي صدر في حقها مؤخرا من حكم التمييز غرامة ب 103 مليون دينار كويتي، ومصادر الأموال التي تم مصادرتها من جرائم النصب العقاري. المحكمة في ذاتها تؤنب السلطة التنفيذية وتقول السلطة التنفيذية، أين وزارة التجارة باعتبار جهة رقابية؟ أين أنتم بوزارة التجارة من تنظيم المزادات العقارية؟ أين أنتم من حماية المستهلك؟ أين أنتم من حماية المواطنين من
هذا النصب العقاري. والأمر كذلك فيما يتعلق في المزادات اللي قاعد أشوفه اليوم في الإنستغرام، مزادات بيع الساعات، وأيضا مزادات المواشي ومزادات الجمال وخلافه. في دولة الكويت هناك فوضى بعدم أي نشاط، ونشاط مش مشبوه، لا يوجد تنظيم، لا يوجد تنظيم إلا بعد ما تحدث المشكلة، كما حدث بالتأمين. بالتأمين مرتع كبير أيضا لغسل الأموال، ولذلك صدر قانون غسل الأموال، وبموجب قانون التأمين ألزم أن يكون هناك مسؤول التزام يعين في شركة، في كل شركة تأمين. إذا التنظيم مفقود. طيب. التنظيم يعني مفقود. أنا مشاهير السوشيال ميديا على بس ودعني أكمل هذا. تفضل. مشاهير السوشيال ميديا على سبيل المثال. الدعايات اللي يقومون فيها لا يوجد تنظيم للإعلان والدعاية من قبل مشاهير السوشيال ميديا، يفعلون ما يشاءون تحت ذريعة والله هذا إعلان تجاري وأنا مبرم عقد واتفقت ومقابل خدمة قبل فيها بالإعلان عن منتج أو عن سلعة، والله تلقيت في مقابل يومي 200,000. أين التنظيم التشريعي؟ إذا هنا أرد إلى ما أثرت في بداية الحلقة، ما يهمنا ليس معاقبة رجال مشاهير السوشيال ميديا فحسب، ونتبنى معاقبة المدان منهم، ونتبنى صدور أحكام إدانة في مواجهة من يثبت في مواجهة الغسل. صحيح. أنا يعني أنا الأمانة دكتور فايز يعني أنا أعتذر أن أنا قاعد أقاطعك، ويعني ما هي عوايد أقاطع الضيف، لكن للأسف الكنترول قاعد يبلغوني أنه وصلت إلى يعني آخر دقيقة يمكن في الفقرة هذه. نتمنى بأن تكون في حلقة كاملة عن هذا الموضوع. رسالتك راح تكون دكتور فايز بأن نتمنى إيجاد حل كامل أيضا في عملية تنظيم آلية دعاية وإعلان وتنسيق الآلية كاملة، بحيث أن احنا نبتعد عن هذا الموضوع بشكل كامل، ووعد تكون في حلقة قادمة عن هذا الموضوع. دكتور جمال، أبي أيضا أختم معك في كلمة حاب تقول، هل نستبشر خير بأن قضية غسيل أموال راح تنكشف بالفترة القادمة وراح يكون في متهمين، ولا إلى الآن الموضوع مبهم بوجهة نظرك؟ ونختم الفقرة. إذا ما في تبني ثقافة مساءلة في الدولة فلا يوجد مكافحة لأي نوع من أنواع الجريمة. هذه كلمتي. يعني بكل الشكل لك دكتور جمال عبد الرحيم والدكتور فايز الكندري، رسالتكم بإذن الله توصل للمسؤولين والمعنيين، يعني نبي وعد منكم الحين على الهواء بأن تكون في حلقة كاملة عن هذا الموضوع وندش في تفاصيلها قريبا بإذن الله. وأنا شاكر لكم تواجدكم، شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لكم. مشاهدينا وصلنا إلى الختام بعد هذه الفقرات والضيوف المميزين، نلتقي معاكم بإذن الله باكر وانتم بصحة وعافية دوم يا رب. مع السلامة.